أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد عباد الرحمن بزهراء المعادي بمدينة القاهرة، حيث تواصل وزارة الأوقاف تنظيم أسابيعها الثقافية التي تجوب مساجد مصر العامرة. وها نحن نبدأ اليوم أول أيام الأسبوع الثقافي الثامن الذي تنظمه وزارة الأوقاف في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرعاية كريمة من رائد تجديد الخطاب الديني ببلادنا الحبيبة مصر معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الأحبة، معنا في هذا اللقاء الثقافي عالمان وعلمان من أعلام الدعوة الإسلامية في بلادنا الحبيبة مصر. معنا فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ بمصرنا الحبيبة ونائب رئيس جامعة الأزهر السابق. معنا فضيلة العالم الجليل قائد من قادة ومفكري وزارة الأوقاف، معنا فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي وكيل وزارة الأوقاف مدير مديرية أوقاف القاهرة، معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ خالد ربيع، معنا مبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. أيها الأحبة، موضوع لقاء اليوم موضوع هام، وحسنا تفعل وزارة الأوقاف، ومن هنا نقدم لها تحية إجلال وتعظيم على حسن اختيار تلك الموضوعات التي يتحدث فيها أعلامنا وعلماؤنا الأجلاء. فحقا وزارة الأوقاف والقائمون عليها يتخيرون الموضوعات الهامة التي تهم المجتمع المصري وتعمل على نهضة مجتمعنا وعلى تماسك مجتمعنا وعلى نشر السلام والود والوئام والترابط بين أفراد المجتمع. موضوع لقاء اليوم هو عوامل الاستقرار الأسري، عوامل استقرار الأسرة. فالأسرة أيها الأحبة هي لبنة من لبنات المجتمع، والمجتمع يتكون من أسر ومن أفراد. فلو كان العكس ولم يكن هناك استقرار للأسرة فكيف تكون النتيجة؟ تشتيت للأبناء، تفرق للأزواج، هدم للبيوت وخراب ودمار للبيوت، وكل ذلك يأتي من عدم استقرار الأسر. فموضوعنا اليوم من الأهمية بمكان،
وحسنا فعلت وزارة الأوقاف عندما اختارت هذا الموضوع واختارت للحديث فيه عالمين وعالمان من أعلام الدعوة في بلادنا الحبيبة مصر. دائما نبدأ اللقاء بأحلى الكلم وبخير الذكر بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا فضيلة القارئ الشيخ خالد ربيع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين تقينا إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاماً.
خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الأحبة استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ خالد ربيع، وقد كانت خير بداية لهذا اللقاء الثقافي الإيماني الذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد عباد الرحمن بزهراء المعادي بمدينة القاهرة، في أول يوم من الأسبوع الثامن الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من رائد تجديد الخطاب الديني ببلادنا الحبيبة مصر معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. يحضر معنا هذا اللقاء الثقافي كوكبة من علماء وقادة وزارة الأوقاف، يتقدمهم فضيلة الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، فضيلة الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، فضيلة الدكتور ياسر معروف مدير إدارة أوقاف المعادي، فضيلة الشيخ محمد السيد بدر مفتش بإدارة أوقاف المعادي، فضيلة الشيخ مصطفى علي سمك إمام وخطيب مسجد عباد الرحمن بزهراء المعادي. يحضر معنا كوكبة من علماء وزارة الأوقاف وعلماء مصر الحبيبة وجمع غفير من أهالي حي المعادي بمدينة القاهرة العامرة، جاءوا ليستمعوا إلى القرآن الكريم، إلى كلمات العلم، إلى الابتهال. جاءوا حيث اللقاء الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف. أيها الأحبة، موضوع اللقاء اليوم موضوع من الأهمية بمكان، يتحدث عن عوامل استقرار الأسرة، والإسلام اعتنى واهتم بالأسرة أهمية كبيرة، فالأسرة تعد اللبنة الأولى التي تنشأ فيها الأجيال. الأسرة تتولى مهمة تربية الأبناء حتى يصبح هؤلاء الأبناء أصحاب أسر، يتولى أفراد الأسرة المسؤوليات الاجتماعية ويتولون مناصب رفيعة في الدولة وفي المجتمع. لذلك كان الاهتمام بالأسرة وبالاستقرار الأسري من الأهمية بمكان. ومعنا للحديث في هذا الموضوع علمان وعالمان من أعلام الدعوة الإسلامية في بلادنا الحبيبة مصر، فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ ببلادنا الحبيبة مصر ونائب رئيس جامعة الأزهر السابق، معنا فضيلة الدكتور العالم الجليل
خالد صلاح الدين علي وكيل وزارة الأوقاف مدير مديرية أوقاف القاهرة، وسوف نسعد إن شاء الله بحديثهم عن هذا الموضوع الهام الذي اختارته وزارة الأوقاف ضمن الموضوعات الهامة التي تتحدث فيها اللقاءات الثقافية. نستمع الآن إلى كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ ببلادنا الحبيبة مصر ونائب رئيس جامعة الأزهر السابق، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع اليوم هو موضوع بالغ الأهمية، وتبدأ به صناعة الحضارات، وبمعنى آخر يبدأ به التقدم في المجتمع في مختلف مجالات الحياة، يعني يبدأ به كذلك رفاهية الإنسان، وكل المجتمع يعيش في رفاهية ويقوم بدوره في استعمار الأرض والاستخلاف، ولا يكون عالة على غيره، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يباهي بنا الأمم يوم القيامة بأعمالنا وبجهودنا في عمارة الأرض وفي عبادة الله سبحانه وتعالى وفق مراده سبحانه وتعالى. لذلك هذا الموضوع من الموضوعات المهمة جدا التي تتبناها وتعتني بها وزارة الأوقاف، فلهذه الوزارة المتميزة تحية احترام وتقدير. عوامل بناء الأسرة: أولا، متى يتقدم المجتمع؟ إذا كان به استقرار. ومتى يتحقق الاستقرار؟ إذا كانت الأسرة مستقرة، فاستقرار الأسرة يحقق استقرار المجتمع، وبالتالي يتقدم المجتمع ويكون صانعا للحضارة. يباهي بنا الرسول صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة بما ننتجه من هذه الحضارة. لذلك من أولى عوامل بناء الأسرة بناء صحيحا هو فهم صحيح الدين، فهم الدين فهما صحيحا من أهل العلم ومن أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهنا فهم الدين فهما صحيحا لا يتوقف أو لا يتطلب من الرجل فقط ولا من المرأة فقط، ولكن من كليهما، بل يتطلب كذلك من الآباء والأمهات حتى يستطيعون تربية النشء وتربية أولادهم على فهم الدين فهما صحيحا، يفهمون العقيدة فهما صحيحا، يفهمون العبادات ويفهمون المعاملات، ويتمسكون بحسن الأخلاق. إذن هذا أول عامل من العوامل، من عوامل بناء الأسرة بناء صحيحا. العامل الثاني هو أن يبدأ الإنسان بذاته، يعني ببناء نفسه، ببناء ذاته. كيف يأتي فيها كذلك فهم الدين فهما صحيحا؟
وأن يتحرى الحلال في كل أمور الدنيا، في كل شيء يتحرى الحلال. يعني الرجل قبل أن يختار الزوجة لابد عليه أن يختار الأسرة الحلال، وكذلك على المرأة أو وليها قبل أن يختار الرجل أو الزوج عليه أن يتحرى الدقة في اختيار الأسرة الحلال. بناء الأسرة هي البذرة الأولى لبناء المجتمع، والزواج هو بذرة أولى في بناء الأسرة، ولأهميتها الله سبحانه وتعالى جعلها آية من آيات كمال قدرته سبحانه وتعالى، وآية من آيات رحمته سبحانه وتعالى، وآية من آيات ربوبيته سبحانه وتعالى. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعود إلى بناء النفس أو بناء الذات. الأغلب حين يأتي موضوع اختيار الزوجة أو موضوع الزواج يتحدث عن اختيار الزوجة ويذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لحسبها لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الحقيقة هو يجب على الرجل في البداية أن يزن نفسه بهذا الميزان، يجب أن يفكر هو نفسه في قدره ودرجة تدينه ودرجة تمسكه بكتاب الله سبحانه وتعالى وباتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يجب ألا يطلب هذا في اختياره للزوجة، ولكن عليه أولا أن يبدأ بنفسه هو. فإذا كان يطلب مالا فلينظر إلى نفسه، وإذا كان يطلب حسبا فلينظر إلى نفسه، وإذا كان يطلب جمالا فلينظر إلى نفسه، وإذا كان يطلب تدينا فلينظر إلى نفسه. لذلك من العوامل المهمة الأخرى هي فهم مفاهيم ومدلولات شرعية تتعلق بالزواج وتتعلق بالأسرة. حين ننظر في قول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، الله سبحانه وتعالى حين ننظر خلق لكم من أنفسكم أزواجا، حين ننظر في كلمة أزواجا هي بمعنى آخر ما الزوجية هنا؟ الزوجية تعني أن لكل واحد ثان يكمله ويتكامل به، وبالتالي له نفس الدرجة وله نفس المكانة وله نفس المهمة وله نفس المسؤولية. لذلك يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي الحديث يقول: والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. المسؤولية هنا كلمة عامة، وفي الوقت ذاته هي كلمة مخصصة، أي أن الرجل والمرأة شريكان مهمان في
في بناء الأسرة. لا فرق بين هذا وذاك، ولكن لكل واحد مسؤوليته ولكل واحد مهمته، وهما الاثنين يكملان الهدف ويكملان الوسائل التي تحقق بناء الأسرة بناء صحيحا. ننظر كذلك في قول الله سبحانه وتعالى: أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. السكن، كلمة السكن تدل على أنها تأتي بعد حركة وبعد كد وسعي وجهد كبير، وبالتالي هنا حين يعود الرجل إلى بيته فيجد السكن بعد جهد وكد وتعب. إذن لابد أن تكون ابنتنا نحن أولياء الأمور الآباء والأمهات قد جعلناها صالحة نفسيا وبدنيا ومعرفيا حتى تكون سكنا وتكون ناضجة حتى تكون سكنا. وكذلك الرجل نفسه يكون سكنا لزوجته، وبالتالي لا يقدم على هذا الزواج إلا الرجل المكتمل بدنيا وماديا ونفسيا ومؤهلا علميا، يعرف معنى الزواج ومعنى الأسرة. هذه أمور كلها أمور مهمة يجب على الرجل والمرأة أن يعرفها معرفة حقيقية من أهل العلم والذكر في هذا الموضوع. كذلك حين نقول، يقول الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء. إذن على الرجل أن يفهم معنى القوامة: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إذن القوامة بإيجاز شديد لا تعني ميزة للرجل ولا تعني انتقاصا من حق المرأة ومكانتها، ولكنها تلزم الرجل بأن يكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن زوجته بدنيا ونفسيا وماليا وحمايتها ورعايتها من كل شيء. وفي الوقت ذاته هذا لا يتحقق إلا إذا كان هو أهلا لهذه المسؤولية. والقوامة، الآية الكريمة توضح سببين للقوامة. السبب الأول هو سبب وهبي، يعني طبيعي. الله سبحانه وتعالى خلق الرجل بطبيعة بدنية وبطبيعة نفسية بشكل يؤهله للقيام بمسؤوليته في عمارة الأرض. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: بما فضل الله بعضكم على بعض. الآية تكملة الآية: وبما أنفقتم وبما أنفقوا من أموالهم. هذا هو السبب الثاني، وهو سبب كسبي، وهو أن ينفق الزوج على زوجته. والإنفاق هنا لا يعني الإنفاق المال فقط، ولكن كل ما يجعل المرأة مطمئنة هادئة مستقرة حتى تستطيع أن تقوم بمهمتها في عمارة الأرض. لذلك لابد أن يكون الرجل والمرأة مؤهلان أساسا لتربية الأولاد.
فكيف يتم هذا التأهيل؟ هو بفهم صحيح الدين وبفهم سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبإدراك الواقع، بإدراك متطلبات الوقت. يعني لا يكتفي فقط بفهم الإسلام من خلال الكتاب والسنة ومن خلال العلماء وأهل الذكر فهما صحيحا، ولكنه في الوقت ذاته يكون مدركا لحاجات الوقت ومتطلباته. بهذه الأمور كلها يتم بناء الأسرة بناء صحيحا. لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن أريد الاستفادة والاستماع إلى شيخي وأستاذي فضيلة الدكتور الشيخ خالد. هذا وآخر دعوانا. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك. هكذا استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة العطرة من سعادة وفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ ببلادنا الحبيبة مصر، ونائب رئيس جامعة الأزهر السابق، والتي حدثنا فيها عن أن الاستقرار الأسري يتبعه الاستقرار المجتمعي. فإذا ما استقرت الأسرة استقر المجتمع. وحدثنا أيضا عن أهم عوامل استقرار الأسرة، وهو فهم الدين فهما صحيحا، والذي يتبعه اختيار البذرة الأولى للأسرة وهي الزوجة، ثم تربية الأبناء تربية صحيحة وفق فهم الدين الإسلامي الوسطي السمح الحنيف. ثم أخذ يتحدث عن باقي عوامل استقرار الأسرة، حديث طيب مبارك شكر الله لسعادته. ما زلنا وإياكم ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الثقافي الديني من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد عباد الرحمن بزهراء المعادي بمدينة القاهرة. وموضوعنا كما استمعتم يدور حول عوامل استقرار الأسرة، وهو موضوع من الأهمية بمكان. فنسأل الله سبحانه وتعالى لبيوتنا الاستقرار والأمن والأمان، ولبلادنا الحبيبة مصر الأمن والأمان والطمأنينة، وأن ينزل عليها الأمن والأمان والسلام والرخاء، وعلى سائر بلاد العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، وأن يؤمنها بأمنه، وأن يرزقها برزقه، وأن ينصرها بنصره. اللهم آمين. أيها الأحبة، هنيئا لمساجدنا، وهنيئا لنا أن عادت المساجد في هذه الأيام وفي هذه الآونة، عادت لتؤدي رسالتها كما ينبغي وعلى الوجه الأكمل. فها هي مساجد مصر العامرة تصدح بالقرآن الكريم، بالأحاديث العلمية، بمقارئ القرآن الكريم لكبار القراء وأعلام القراء، بدولة التلاوة بمصر الحبيبة. عادت مساجدنا لتؤدي رسالتها كاملة، رسالة إيمان، رسالة دعوية، رسالة ثقافية،
رسالة اجتماعية، فتحية إجلال وتعظيم إلى وزارة الأوقاف في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرعاية كريمة من رائد تجديد الخطاب الديني ببلادنا الحبيبة مصر معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الأحبة، نواصل الحديث عن موضوعنا اليوم عوامل استقرار الأسرة مع علم من أعلام الدعوة الإسلامية في مصر الحبيبة، ومع مفكر من مفكري وزارة الأوقاف ومن قادتها، مع فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي وكيل وزارة الأوقاف مدير مديرية أوقاف القاهرة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة ومحى الله به الظلمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبعد، فموضوع الأسرة وعوامل استقرارها موضوع عصري. أشكر القائمين على اختيار هذه الموضوعات. هذا الموضوع من الأهمية بمكان، فالأسرة هي أساس المجتمع، بل هي أساس الإنسانية كما بيّن الله عز وجل في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فأساس المجتمع، بل أساس الإنسانية، الأسرة. إن استقرت وصلح أمرها استقامت ونهضت الأمة، والعكس يؤدي إلى الانهيار وإلى التفكك والعياذ بالله. وكما بيّن شيخنا وأستاذنا سماحة وسعادة الأستاذ الدكتور يوسف عامر، بيّن لنا بعضا من عوامل استقرار الأسرة، كاختيار الزوجة الصالحة التي تربي جيلا صالحا لديه القدرة على النهوض بالمجتمع. أدعو الله عز وجل أن يصلح زوجاتنا وأن يصلح أبناءنا. من عوامل استقرار الأسرة أيضا، وقد يغفل البعض عن هذا العامل، الدعاء للأبناء، الدعاء بالذرية الصالحة، كما جاء في قوله تعالى عن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال: رب هب لي من الصالحين. تمنى الذرية الصالحة النافعة لنفسها ولأسرتها ولدينها ولوطنها. وسيدنا زكريا قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.
وكما استمعنا من قارئنا الليلة حينما تناول جانبا من الآيات التي تحدثت عن صفات عباد الرحمن، شنف مسامعنا بقوله تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالدعاء بالذرية الصالحة والدعاء للأبناء عامل قوي من عوامل بناء الأسرة واستقرارها، والدعاء من الأبواب التي يدخل منها الصالحون على الله عز وجل. والله كما جاء في الحديث: حيي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. من عوامل استقرار الأسرة أيضا التعاون والتكاتف والتناصح والتشاور بين الزوجين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في خدمة أهله، كما تقول السيدة عائشة لما سئلت: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في خدمة أهله؟ قالت: نعم، كان يخيط ثوبه، يعمل بيديه، يساعد أهله، يساعد زوجته، كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويكون في خدمة أهل بيته. والله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأفضل التعاون التعاون بين الزوج والزوجة، بين الزوج والأسرة، بين الزوج وأهل البيت، التعاون في طاعة الله، التناصح والتشاور. وقد ضربت لنا السيدة التقية العفيفة أم سلمة أروع الأمثلة في التشاور، وضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم المثال الصالح صلى الله عليه وسلم في الإصغاء إلى الزوجة، لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وعسكر ومن معه عند الحديبية حينما قدموا للعمرة، وانتهى بهم الموقف في هذا المكان، وطلب المشركون أن يعود الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه ولا يدخل مكة في هذا العام. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح الهدي، أن يذبح الهدي، نادى في الناس. طبعا الناس كانوا في شوق لزيارة الكعبة ولرؤيتها والتنعم بالطواف حول البيت، نادى في الناس. ربما يعني الموقف أثر عليهم: أيها الناس قوموا وانحروا الهدي وتحللوا. فعز على النبي صلى الله عليه وسلم عدم انصياع الناس له، فدخل على زوجته أم سلمة فقالت: يا رسول الله قم أنت وانحر واحلق. هذا الحوار الراقي الذي دار بين الزوجين، والذي يدل على مبدأ التشاور والتناصح الأصيل في ديننا الإسلامي بين الزوج والزوجة. اخرج أنت يا رسول الله وابدأ بنفسك وانحر واحلق. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحر وذبح الهدي وحلق شعر رأسه، فلما فعل ذلك قام المسلمون من حوله ونحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم. هذا مثال صالح يدل على أن التناصح والتشاور في أمور الأسرة من العوامل القوية في استقرار الأسرة. أيضا من عوامل استقرار الأسرة العشرة بالمعروف،
قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن وللرجال عليهن درجة. وكما استمعنا إلى شيخنا وأستاذنا فضيلة الدكتور يوسف حينما طوف بنا حول قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لم يقل لتسكنوا معها، لتسكنوا إليها، أي إن بيت الزوجية، إن الزوجة هي السكون وهي الهدوء الذي يأوي إليه الزوج بعد التعب وبعد العناء. من عوامل استقرار الأسرة حسن المعاملة بين الزوجين، حسن المعاملة من الزوجة لزوجها وحسن المعاملة من الزوج لزوجته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. ولم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده قط إلا في سبيل الله، كان يداعب ويلاطف أهله، وكان مثلا يحتذى به في حسن العشرة مع زوجاته. وعاشروهن بالمعروف، ده القرآن اللي بيقول كده. يبقى حسن المعاملة المتبادلة بين الزوج والزوجة من وجهة نظري من أقوى العوامل في استقرار الأسرة، أن يعامل الزوج الزوجة معاملة طيبة، والعكس، وأن تعامل الزوجة زوجها معاملة طيبة. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. إذن معاملة الزوجة لزوجها معاملة حسنة من عوامل أو من أقوى العوامل لاستقرار الأسرة. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن صفات المرأة الصالحة قال: الذي إذا نظر إليها زوجها أسرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا أقسم عليها أبرته، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وفي نفسها. يبقى في معاملة متبادلة في الإحسان وبالإحسان بين الزوج والزوجة، وأن يعلم كل منهما ما عليه تجاه الآخر. فهذا عامل من عوامل استقرار الأسرة. أيضا أدعو الله عز وجل أن يرزقني وإياكم محاسن الأخلاق، أن يزيننا جميعا بمحاسن الأخلاق، أن يوفقنا جميعا إلى كل خير يحبه ويرضاه، أن يحفظ أبناءنا من كل فتنة ومن كل سوء. اللهم أصلح أبناءنا فإنا لا نقدر على إصلاحهم. اللهم احفظنا واحفظهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظهم بحفظك من شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. وفي الختام الشكر موصول لكل من ساهم في تنظيم هذه الاحتفالية. أدعو الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. دائما نلتقي على الخير وفي الخير. دمتم في أمان الله. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. هكذا استمعنا إلى هذه الكلمة العطرة الطيبة من سعادة وفضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أوقاف القاهرة، والتي حدثنا فيها عن عوامل استقرار الأسرة، ومنها التعاون بين الزوجين في كل شيء، بدءا من العمل المنزلي إلى أعلى تعاون بين الزوجين.
وأخذ فضيلته في عرض صور التعاون، وقدم لنا مشاهد من تعاون حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وذكر لنا من هذه الصور التي تعاون فيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتعاونت مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم زوجاته. ونحن ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الثقافي الإيماني من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد عباد الرحمن بزهراء المعادي بمدينة القاهرة، حيث الأسابيع الثقافية التي تنظمها وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف رائد تجديد الخطاب الديني بمصر الحبيبة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. هذا اللقاء كما ذكر العالمان والعلمان هو من الأهمية بمكان عوامل استقرار الأسرة، وكما ذكر فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف عامر، استقرار المجتمع من استقرار الأسرة، استقرار أسري يتبعه استقرار مجتمع. وكما تفضل فضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، وذكر صور من صور وعوامل استقرار الأسرة، وفي مطلعها التعاون بين الزوجين واحترام الاحترام المتبادل بين الزوجين. وقد أخذنا إلى حيث تعاون حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهناك مشهد كلما تذكرته لحبيبنا ولقدوتنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، مشهد من المشاهد الرائعة لصاحب القلب الرحيم الذي ضرب المثل الأعلى في التعاون الأسري، في الاحترام المتبادل بين الأسر. فضلا عن تعاون المصطفى صلى الله عليه وسلم مع زوجاته في العمل المنزلي، حيث كان الحبيب المصطفى يشارك في العمل المنزلي من تنظيف المكان وتنظيف البيت وغسل الآونة وإعداد الطعام إلى غير ذلك مما حفلت به السنة النبوية الشريفة. تعالوا إلى مشهد لنرى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف يصنع، وكيف كان رحيما في تعاونه في إحدى أو أحد سفريات حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. كانت هناك زوجة لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تستطيع أن تركب الناقة، لا تستطيع أن تركب الناقة، فماذا فعل الحبيب المصطفى؟ لقد طأطأ ظهره الشريف لتضع إحدى زوجاته قدمها على ظهر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وتصعد وتركب الناقة. من يفعل ذلك إلا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ نفتن عندما نزور بعض البلدان ونرى من يقوم بفتح باب السيارة لزوجته، لا، تعال لترى هذا المشهد، إنه يطأطئ ظهره الشريف وهو خير خلق الله، وهو الحبيب
المصطفى المختار لتضع الزوجة زوجته قدمها على ظهره لتصعد لتركب على الناقة. إنها الرحمة، إنه التعاون، إنه الود الذي أمرنا به. أيها الأحبة، ما زلنا وإياكم في هذا اللقاء الثقافي، وقد حان الآن موعد أذان العشاء، ويرفع الأذان فضيلة الشيخ أحمد البشير. قد رفع أذان العشاء فضيلة الشيخ المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي من هنا من رحاب مسجد عباد الرحمن بزهراء المعادي بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الثقافي الإيماني الذي تنظمه وزارة الأوقاف ضمن أسابيعها الثقافية التي تجوب بها مساجد مصر العامرة، فتنشر الثقافة بين أفراد المجتمع، وتنشر الفكر الوسطي والدين الإسلامي الحنيف السمح بين أفراد المجتمع، إيمانا من وزارة الأوقاف بأن الثقافة من عوامل نهوض المجتمع. مجتمع مثقف، مجتمع متحضر، مجتمع مستنير، مجتمع يعرف الله سبحانه وتعالى، مجتمع محب لوطنه، محب لأفراد مجتمعه. الثقافة من عوامل تقدم الأمم ونهوض الأوطان. أيها الأحبة، كما ذكر فضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي في كلمته، الدعاء هو العبادة كما جاء عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وذكر فضيلة الدكتور خالد حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما قائبتين وأن يردهما صفرا. انظر، المولى سبحانه وتعالى يستحي أن يرد أيدينا خائبة. نعم، أليس هو القائل: ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم؟ فنضرع إلى الله تعالى الآن بالدعاء والابتهال، ونسأله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يتولى أمورنا، وأن يفرج كروبنا، وأن يذهب عنا وعنكم وعن جميع السادة المشاهدين والمستمعين كل هم وكل غم وكل كرب، اللهم آمين. وأن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر قادة وشعبا وجيشا وشرطة وحكومة، يحفظها بحفظه ويؤمنها بأمنه وينصرها بنصره ويرزقها برزقه، اللهم آمين. مع مسك الختام، مع الدعاء والابتهال، وفضيلة المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي: إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم لا تحرمنا في الدنيا من زيارة
ولا في الآخرة من شفاعته وارزقنا محبته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته. اللهم أوردنا حوضه الأصفى واسقنا بكأسه الأوفى شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم كما آمنا به ولم نرى فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم احفظ مصارنا شعبنا وزرعنا وضرعنا وجندنا يا رب. رب الخلائق مبديع فوق النهى فوق النهى ومدارك الأذان. رب الخلائق مبدع الأكوان فوق النهى فوق النهى ومدارك الأذان. حاشا لوصف أن يحيط بذاتي هذا الذي قد جاء في القرآن نور على نور نور على وليس كنور جي نور نور يراه القلب والعينان. مصباح مشكات في زجاجة كالكوكب الدري في اللمعان. والزيت من زيتونة قد بوركت من غير نار موسى الكليم.
مشتاق رؤية ربه موسى الكليم، مشتاق اشتاق رؤية ربه، فأجابه القهار بالبرهان: انظر إلى الجبل الأشم، انظر إلى الجبل الأشم، إن استقر مكانه في لمحة ستراني. لما تجلى ربه صعق الكليم، صعق الكليم مع الأشم، وسبح الإثنان: يا رب يا رب إني ما عصيتك عالما، يا رب إني ما عصيتك عالما بل جاهلا، والجهل قد أغواني. يا رب يا رحمن يا ستار يا غفار، اغفر ذلة العصيان، واقبل صلاة مقصر وصيامه، وقبل صلاة مقصر وصيامه، واغفر له ما كان من نقصان. النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، يا خير مخلوق وأفضل مرسل وشفيع قوم أذنبوا وأساءوا، أنوارك العظمى إذا ما أشرقت يوم القيامة فالورى سعداء. هكذا أيها الأحبة استمعنا إلى هذه الأدعية والابتهالات، قدمها لنا المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي، وقد كانت خير ختام لهذا اللقاء الثقافي الإيماني الذي نقلناه لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد عباد الرحمن بزهراء المعادي بمدينة القاهرة، ضمن الأسابيع الثقافية التي تنظمها وزارة الأوقاف وتجوب بها مساجد مصر العامرة. واليوم هو اليوم الأول في الأسبوع الثقافي الثامن الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الأحبة، حضر معنا هذا اللقاء
كوكبة من علماء وزارة الأوقاف، يتقدمهم فضيلة الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، فضيلة الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، فضيلة الدكتور ياسر معروف مدير إدارة أوقاف المعادي، فضيلة الشيخ محمد السيد بدر مفتش بإدارة أوقاف المعادي، فضيلة الشيخ مصطفى علي سمك إمام وخطيب مسجد عباد الرحمن بزهراء المعادي، وجمع غفير من أهالي حي المعادي جاءوا للاستماع إلى القرآن الكريم، إلى كلمات العلم، إلى الدعاء، إلى الابتهال. حفظ الله بلادنا الحبيبة مصر التي ستظل بمشيئة الله وبإذن الله قبلة العلماء والعلماء ودولة القراءة في العالم إن شاء الله. مصرنا الحبيبة ستظل قبلة العلماء وقبلة العلم إن شاء الله، ودولة القراءة بفضل قيادتها وبفضل ما تنجبه من علماء ومن قراء ومن مبتهلين. حفظ الله بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، وأنزل عليها الأمن والأمان والسلام والرخاء. أيها الأحبة، كان معنا قارئا القارئ الشيخ خالد ربيع، ومبتهلا المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي، وحدثنا في كلمات العلم سعادة وفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ بمصرنا الحبيبة، ونائب رئيس جامعة الأزهر السابق، فضيلة العالم الجليل سعادة الدكتور خالد صلاح الدين علي وكيل وزارة الأوقاف ومدير مديرية أوقاف القاهرة. حفظ الله بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم غدا على خير إن شاء الله. فحتى ذلك الحين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.